بننتقل إلى سوريا الشقيقة ونتابع من إدلب الأوضاع هناك وآخر التطورات، وننقل لكم البث الحي للتظاهرات هناك والأوضاع. وسيكون معنا عبر الهاتف السيد محمد فايزو، عضو اتحاد تنسيقيات الثورة السورية بإدلب. سيد محمد، أهلا بك. السلام عليكم. سيد محمد فايزو، السلام عليكم. سيد محمد، يعني صف لنا الأوضاع الميدانية اليوم بإدلب، حيث إننا كنا يعني قد أذعنا بعض المقاطع لخروج التظاهرات في دمشق العاصمة في الصباح للمطالبة بإسقاط النظام. صف لنا الأوضاع ميدانيا لديك بإدلب. سيد كريم، ما زالت عصابات الأسد تقوم بقصف عشوائي لأغلب مناطق إدلب وخاصة ريفها والمناطق المحيطة بحدود سوريا التركية، والتي نزحت منها اغلب اهالي ادلب من ادلب المدينه وسرمين وبنش، وتقوم بملاحقه الاهالي التي نزحت من تلك المناطق وايقاف حركه النزوح التي ارتفع عدد النازحين فيها الى تركيا الى ما يقارب 16,000 لاجئ. وتقوم عصابات الاسد بقطع كافه طرقات النزوح الى الاراضي التركيه، وقامت بزرع الغام على الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا لوقف حركه النزوح الكبيره التي صارت لها المنطقه. كما قامت بقصف عده مناطق في ادلب في بنش والسرمين ومعرض النعمان وعدد من احياء مدينه ادلب المدينه. طيب، يعني الموقف الدولي ما زال غير حازم في هذا حتى هذه اللحظه. هناك بعض الاجراءات اتخذت ضد بعض الشخصيات العامه ومنهم زوجه الرئيس الاسد، ولكن لا يوجد أي فعل حقيقي على أرض الواقع رغم الاستمرار بالتنديد بما يدور داخل سوريا ومن الاجتياحات ومن المعاناة التي يعانيها الشعب السوري يوميا. أيضا الرئيس أوباما الأمريكي بيؤكد على أن لابد من أن يسقط النظام الأسد وأن يرحل الأسد حتى لا تقوم حرب أهلية داخل سوريا. أنت يعني هل لمست هذا الضغط الدولي على النظام أم الأمور تسير كما هي من اجتياحات واقتحامات وقتل وتعذيب للشعب السوري وغير عابئ النظام بهذه المواقف الدولية؟ سيدي الكريم، أن نظام الأسد يعلم ما يفعله تماما، فهو قام ببيع جولان لإسرائيل لإرضاء أمريكا وبعض الدول الغربية، وقام ببيع لواء اسكندرون لتركيا ولإرضاء تركيا وإرضاء عدة دول أخرى، ويقوم ببيع الوطن كله لإرضاء كافة الأطراف، فهو يعلم جيدا ما هو موقفه. فهو باع ميناء طرطوس لإرضاء روسيا، وباع مناطق أخرى لإرضاء عدة دول أخرى، فبالنسبة له أرض كافة الأطراف الدولية، ويعلم أنه كلما زاد إشراسا وقتلا وتهجيرا للأهالي سوف يخمد هذه الثورة. هو يعتقد ذلك، لكن هذه الأمور لن تنجح معه. الشعب السوري منذ بداية الثورة يعلم هذا جيدا، ويعلم أن كافة الأنظمة الغربية وكافة الأنظمة لن تقف إلا مع نظام الأسد لأن مصلحتها معه، وهو يعلم أن كل الحراك الدولي هو عبارة عن فقط كلام وكلام بكلام، ولم يتخذ على الأرض أي شيء لإيقاف القتل المستمر في الأراضي السورية. نظام الأسد يقوم بمجازر جماعية في كافة المناطق السورية، كان في حمص أو في إدلب أو في كافة المناطق السورية، لكن كافة الأنظمة الغربية وحتى العربية لم تتحرك ساكنا عن كل ما ارتكبه من مجازر. نعم. طيب سيد محمد، يعني المجتمع الدولي يرفض تسليح الشعب السوري ومن ثم إضافة التسليحات للجيش السوري الحر، فكيف تسير الأمور وكيف يستطيع الجيش السوري مواجهة جيش الأسد النظامي رغم الفارق في الإمكانات والمعدات العسكرية؟ هي كلمة عند بداية تشكيل الجيش الحر أو بداية انشقاق بعض المجندين، كان عدد المجندين ما يقارب 1000 أو 1500 منشق
عن كتائب الاسد، وكان كتائب الاسد تعدادها ما يقارب 700,000 عسكري مزودين بالدبابات والطائرات وكافه انواع الاسلحه الثقيله. وكان هؤلاء المشقين عباره عن مشقين يشقوا فقط في اسلحتهم الفرديه، ورغم ذلك قاموا بعمليات نوعيه ضد خاصه عصابات الامن والشبيحه التي تنكد بالمظاهرات السلميه. ولكن الان اصبح عدد المشقين ما يقارب 50,000، وتزايد عددهم وقوه شوكتهم، واصبح لديهم بعض الاسلحه المتوسطه، وهذا يدل على ان الثوره مستمره وتعتمد على نفسها وليس لديها اي اعتماد الا على الله عز وجل، ثم على جنود ابطالها من ابطال الجيش الحر وابطال والمشقين الشرفاء الذين يدافعوا عن اهاليهم والمدنيين العزل في كافه المناطق السوريه. نحن لا ننتظر الكثير ولا نعول الكثير على الانظمه الغربيه ولا العربيه ان تساعدنا وتقف معنا، لكننا ننادي الشعوب العربيه وننادي كافه الضمائر الانسانيه بان ترى ماذا يحصل في سوريا وماذا يحصل للمواطنين العزل كاطفال ونساء وشيوخ. طيب، هناك اجتماع على وشك ان يتم باسطنبول للمعارضه، لأن هناك العديد من الانشقاقات ألمت بالمجلس الوطني السوري، فكيف سيتم تفعيل الفترة القادمة من خلال المعارضة الخارجية لمساعدة الشعب السوري بالداخل؟ المجلس الوطني تشكل كبداية الثورة تشكل من سياسيين يجلسون بالخارج ولا يعلمون جيدا ما يحصل في سوريا، لكن كلما تحرك وزاد الحراك الشعبي كلما انبثق عنه قيادات وانبثق عنه سياسيين من الداخل، هم كانوا قيادات ميدانيين ولهم دورهم البارز في الحراك الثوري في الشارع السوري. وكلما زادت المراحل ومررنا بمرحله تلو الاخرى نرى هناك شخصيات تبرز وهناك شرفاء يبرزون ويكون لهم دور فعال. نعتقد ان حان للمجلس الوطني ان ينزع من نفسه الناس الذين كانوا لفترات طويله ضد الحراك الثوري وضد تسليح الجيش الحر وضد كثير من افكار الثوار اللي هم فعليين على الارض. فلذلك نعتقد ان هذا المؤتمر سوف ينبثق عنه سياسيين جيدين، وتكون بشكل عام السياسه الخارجيه للمعارضه السوريه متوحده ان شاء الله. طيب، يعني سيد محمد، لماذا دوما يستهدف النظام مدن كإدلب وحماة وحمص وتكون هذه المدن مستهدفة بالاجتياحات الفظيعة والاستهداف المستمر؟ هل أنها هي التي على الدوام تقوم بالتظاهرات وهي المتصدية لنظام الأسد أم لأسباب أخرى؟ هو كما معلوم لدى الجميع أن المناطق السائرة والتي تخرج كمظاهرات سلمية تقوم بعض عصابات الامن والشبيحه بقتل اناس مدنيين عزل، فيكون بين صفوف هذه العصابات وبين صفوف كتائب الاسد اناس شرفاء يضطرون الى الانشقاق عن هذا الجيش عندما يرون القتل باعينهم وينضمون الى صفوف الشعب، فتزايد الانشقاقات عند سقوط الشهداء. فالمناطق السائره والتي تخرج فيها مظاهرات كثيفه خاصه كحمص وحماه وادلب ودرعا واللاذقيه يكون فيها انشقاقات اكبر من المناطق التي لا تكون مشاركه كبيره فيها مشاركات كبيره في المظاهرات كحلب او دمشق المدينه. فلذلك يكون فيها عمليات عسكريه واشتباكات بين الجيش الحر اي المشقين وكتائبنا. طيب، يعني مع ازدياد الاوضاع الميدانيه سوءا فالكثير من السوريين ينزح الى المناطق الحدوديه، وعلى الرغم من هذا يعني هناك صعوبه لان الجيش ايضا النظامي يحكم قبضته على هذه الحدود. هل يعني الحدود السوريه التركيه هناك ولو بوادر تشير الى ان تكون هناك منطقه عازله يستطيع بها الهاربون من جحيم نظام الاسد اللجوء اليها؟ نحن نعتقد بان شباب الجيش الحر والناس الشرفاء الذين يعملون على الارض لديهم خطه كبيره لهذا الموضوع، ويعملون على هذا الموضوع ليلا نهارا لكي يؤمنوا منطقه يحمون بها الاهالي ويحمون بها النازحين من المناطق الاخرى الى هذه المنطقه لكي لا يتعرضوا للقتل والاغتصاب وقتل الاطفال، لكن لا نعتقد ان نظام الانظمه الغربيه او العربيه او حتى تركيا يفكرون في هذا العمل، لان اغلب مصالحهم تتقاطع مع مصالح نظامنا.
يعني هناك قمة عربية ستعقد في بغداد قريبا، ومن المفترض أن يطرح على جدول أعمالها القضية السورية. ما هي المطالب التي ستقدم على خلفية الأحداث بسوريا، وما هو المتوقع من هذه القمة أن تأتي بجديد لحل هذه المشكلة؟ نحن نعول كثيرا على موقف بعض الدول الخليجيه الذين وقفوا مع الذين وقفوا معنا موقف مشرف وساندوا الثوره السوريه واقل شيء اعلاميا يعني. فلكن اللي نتمناه يعني مطالب في الحكومات العربيه والانظمه العربيه ان كان يريدون حلا لهذه القضيه، فهم يعلمون جيدا ان نظام الاسد لا يمكن نزعه من سوريا الا بالعمل العسكري. فمطالبهم كما عندما تدخل صدام حسين وقام باحتلال الكويت، فنحن نعتبر نظام الاسد هو احتلال للاراضي السوريه. فنطالبهم نطالب كافه الدول العربيه بتشكيل جيش كدرع الخليج او اي قوه عربيه للتدخل فورا لايقاف قتل الاطفال والنساء والاعتداء على النساء. طيب، في ظل الرفض الدولي لتسليح المعارضة السورية وتسليح المدنيين داخل سوريا، إلا أن يعني هناك في هذه الدول الخليجية تريد أن تقوم بتسليح وتقديم المساعدة، ولكن هناك حظر مفروض بعدم التسليح. كيف تسير الأمور في هذين الاتجاهين؟ نحن لم نرى اي من الدول العربيه او الغرب او تركيا او اي دوله ساعدت الجيش الحر او قدمت له اي مساعده ان كانت لوجستيه او كتسليح. لكن منذ البدايه قلت لك واعيدها بان الجيش الحر هو يعتمد على نفسه بالتسليح وبالدفاع عن نفسه وصعب تماما في هذا الموضوع. الذي نطلبه اقل شيء من الدول العربيه او الغربيه تامين ممرات امن للمدنيين ولنزوح هذه الاهالي. ونحن لدينا ثقه كبيره بان الجيش الحر هو من سينزع اهل الاسد من هذا البلد ويعيد لنا الحريه وكرامتنا، وستكون هناك ان شاء الله دوله حديثه يعيش فيها كافه السوريين بعدل وامن. سيد محمد فايز، عضو تحت تنسيقية الثورة السورية بأدلب، نشكرك جزيل الشكر.